نوال ليشع والمخرج سيمو مصور. عناوين النشرة: عون يكشف عن 18 ملف فساد أحيلت إلى القضاء ولم تبت. الجلسة التشريعية غدا قائمة حتى الآن، ودعوات إلى الإقفال، وكوبيتش ينصح بمشاركة المجتمع المدني في مناقشة مشاريع القوانين. الحراك تنقل اليوم من الشمال إلى قصر عدل بيروت، وموظفو المصارف يعلنون بعد الظهر القرار بشأن وضعية المصارف. إيران: الاحتجاجات مستمرة لكنها مضبوطة. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبي له بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. وإن موعد الاستشارات النيابية لا يزال معلقا، لم تظهر السلطة جدية في الإسراع بهذه الخطوة الدستورية، لبل اندلعت حرب بيانات بين مكوناتها كمؤشر واضح إلى اتساع دائرة الخلاف بينها. التأخير في الملف الحكومي سبقه تأخير واضح في الإصلاح، حيث أدانت السلطة نفسها ورمت بالمسؤولية كالعادة على القضاء في مكانين، وبات السؤال مشروعا: أين كانت السلطة عند ارتكاب كل هذه المخالفات؟ رئاسيا جاء إعلان قصر بعبدة عن متابعته ملفات الفساد، محصيا 18 ملفا فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال وصفقات مشبوهة، جاء ناقصا لجهة أن هذه الملفات قديمة ولا تزال قيد التحقيق، ولم يصدر بشأنها أي أحكام باستثناء الادعاء على الشخص في ملف أدوية السرطان. نيابيا تأتي الجلسة التشريعية غدا التي ستبحث في جدول الأعمال السابق لتعيد سعي السلطة إلى تفعيل التشريع في مجلس النواب، ولو من باب السرعة، من خلال إقرار ملفات خلافية تتضمن ثغرا في مقدمها اقتراح قانون العفو العام. فقدان الشعب الثقة بالسلطة ترك صداه لدى المجتمع الدولي، خصوصا في ضوء الموقف اللافت للممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة يانكوبيتش، الذي رأى ضرورة مشاركة المجتمع المدني في المناقشات في البرلمان حول مشاريع القوانين، واصفا ذلك بأنها خطوة أولى جيدة. أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن عدد الملفات التي طلب رئيس الجمهورية ميشيل عون التحقق فيها والتحقيق بها بسبب شكوك في ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال بلغ 18 ملفا منذ نيسان عام 2017، وهذه الملفات هي: ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، ملف الكازينو، ملف الإخبار الذي قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة، ملف استبدال أدوية مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري في بيروت بأدوية غير صالحة، وهذا الملف تم الادعاء فيه على ميم باء، ملف شراء 38 عقارا في محافظة جبل لبنان والذي تبين أن فيه تبييض أموال وتمويلا للإرهاب، ملف إخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة تاء خاء وأولاده، ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي، ملف أصحاب المولدات الكهربائية، ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرمل البيضاء، هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة، ملف هدر الأموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة استثمار المرفأ، الإخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات شبكة الألياف الضوئية،
ملف رفض عقود مصالحة لأوجيرو بين هيئة التشريع والاستثمارات، إحالة قضاة إلى المحاسبة أمام محاكم الاستئناف، ملف تطويع تلاميذ الضباط في الكلية الحربية، ملف المعاينة الميكانيكية وملف الميكانيك. إلى ذلك وعشية الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالفساد، هل تبدلت الأجواء عن الأسبوع الماضي؟ المزيد من التفاصيل مع مجد لينعيد. على الرغم من استمرار الأوضاع التي أدت إلى إرجاء الجلسة التشريعية لمدة أسبوع، فإن جلسة الغد لا تزال قائمة بنفس جدول الأعمال، أبرزها قانون العفو العام، قانون محاربة الفساد، وقانون محاكمة كبار الرؤساء والمسؤولين. رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلم ملاحظات على اقتراح قانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية من الحراك المدني، ووعد بدرس هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار. نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي اعتبر أن هناك إشاعات طالت قانون العفو. جلسة قائمة طالما لم أبلغ بهذا القرار. قانون العفو العام يستطيع أي نائب بدل التغيب أن يقف ويقول دولة الرئيس، هذا يحتاج إلى مزيد من الدرس لأنه في علامات استفهام كذا وكذا، نرجو إحالته إلى اللجان فيتم إعادة تكليف اللجان المشتركة بهذا الأمر. سيصار إلى قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي برزت كإرادة شعبية، ويأخذ بعين الاعتبار أيضا كيفية وضع لبنان على سكة إقامة الدولة المدنية. جوانب عدة متعلقة بمشروع قانون العفو تثير الجدل، أبرزها التوقيت، البنود والشفافية بالنسبة للأبعاد الأمنية. مجد لينعيد، صوت لبنان. أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يانكوبيتش أن المساءلة المجدية تبدأ بالشفافية الكاملة والمشاركة الشاملة، وأضاف أن فتح مشاريع القوانين للتعليقات من الجمهور والمجتمع المدني خطوة أولى جيدة، وأشار إلى مشاركة المجتمع المدني في المناقشات في البرلمان حول مشاريع القوانين، وفي وقت لاحق في جلسات الاستماع حول تنفيذها، خطوة أخرى ضرورية في لبنان. الثوار يستعدون غدا لما وصفوه بثلاثاء الغضب، ودعوا إلى إقفال كل الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب لمنع انعقاد جلسة برلمانية، مصرين على أن الأولوية في الوقت الراهن هي للتكليف والتأليف وليس للتشريع. صورة التحركات في الشمال مع روعة الرفاعي. نعم، من أمام مالية طرابلس لأول مرة، وهي فكرة الأولى من نوعها في لبنان. هناك المحتجون لجأوا إلى نصب خيمة أمام مالية طرابلس، وهذه الخيمة ستبقى طالما الوقفات الاحتجاجية قائمة في منطقة النور. لا رجوع عن هذا القرار قبل تحقيق المطالب أقله على صعيد تشكيل حكومة انتقالية. فينا نعرف اليوم كيف طلعتوا بهالفكرة؟ أول شيء يعطيك العافية. صراحة الفكرة طلعت وليدة لحظتها، لأنه كان عم بيصير فيه، نحن كنا كل يوم عم نجي من بكير، الشباب كانوا عم يجي بوقت كتير بكير ليسكروا. لاحظنا انه نحن عم نجي مثلا نعمل الوقفه الاعتصاميه تبعتنا من ساعة الفلانيه لساعة الفلانيه، كنا نحن فاكرين انه هيدي ضمن الدوام. اكتشفنا من بعدين انه حتى في موظفين عم يلجوا انه يجوا بجربوا يجوا بعد هيدا الوقت ويفتحوا السيستم ويشتغلوا وكذا. فطلعوا الشباب فكره انه نحن ليه ما بنضل مرابطين قدام الماليه مشان نضل ضامنين انه تضل مفكره. ولا يعطيني العافية، يعني جابوا الخيمة وبلشنا بهذا الشيء. اليوم في شكوى من عدد من الموظفين اللي هني متعاقدين بمالية طرابلس، ويقال بأنه إذا هالشهر ما بيداوموا ما في معاشات. هني عم يستنجدوا بكل الناس أنه يحكوا مع الشباب كرمال أنه يضمنوا يكون في قبض، وإلا في ميات العائلات اللي حتقعد من دون معاش هالشهر. بس بتحطينا بصورة كيف تعطيتوا معهم؟ في مجموعة منهم اجوا حكوا معنا من كذا يوم، وقلنا لهم يعني بكل وضوح وصراحة انه اذا بتحبوا بتتفضلوا بتفوتوا وبتبصموا ما في اي مشكلة، وبترجعوا بتظهروا. فهني لا ما بدهم، وضلوا مصرين انه لا بدنا نداوم. اوكي اذا بدكم ما بيفوت موظف، ما بيفوت ناس، ما مفهوم هالبلد هيدا. يعني عفوا الوضع من قبل ما يصير الحراك 17 تشرين ما كان جيد والله، والوضع كنا مرتاحين ومبسوطين وقررنا ننزل. يا عمي شو عم بيصير معهم؟ ليه الناس
عم تضيع البوصلة. ما نحن نزلنا من الوجع ونزلنا من الجوع على الساحات، يعني ليش الناس مفكرة انه هلأ اذا فتحنا المؤسسات وفتحت الطرقات وفتحت المدارس خلص حترجع الحياة مخملية مثل ما كانت؟ انه ما بعرف عن اي مدينة عم يحكوا، مش عن طرابلس يلي هي افقر مدينة على حوض البحر المتوسط باحصائيات رسمية، ولا انا غلطانة؟ نعم، منذ بعض الوقت ينفذ أهالي الضمنية وقفة احتجاجية أمام اتحاد بلديات الضمنية، وأيضا سيكون هناك وقفة احتجاجية أمام اتحاد بلديات الفيحاء للاعتراض على جبل النفايات عند الساعة 3. هذا كل شيء من طرابلس، نبقى معكم لمواساتكم بكل جديد. إلى ذلك اعتصم عدد من المتظاهرين والمحامين أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضية حرق استراحة السور. المزيد من التفاصيل مع مروان الأدوم. في اليوم الأول بعد شهر للثورة، وقفة تضامنية من الثوار والمحامين مع موقوفي سور أمام قصر عدل بيروت مطالبين بالإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن، ويبلغ عددهم 18 موقوفا. المتظاهرون الذين حملوا لافتات كتب عليها العدالة لسور ومن أجل سور سوف نثور، تحدث باسمهم المحامي واصف الحركي الذي أكد أن موقوفي سور هم موقوفي رأي. المتظاهرين اللي تظاهروا تم توقيفهم. الحقيقة هذا الملف في ظلم كثير كبير وقع على المتظاهرين في مماطلة في ضغط سياسي لأبقاء توقيفهم. الجلسة هي مقررة بكرة، جينا نوقف هنا لنخاطب النيابة العامة التمييزية ورئيس مجلس القضاء الأعلى أن يمنع التدخل السياسي في القضاء ووجوب إخلاء سبيل الموقوفين غدا، وإلا سوف يكون تصفيد هذه المواجهة، لأنه لن نقبل أن يتعرض المتظاهرون حاب الحق بحرية الرأي والتعبير لهذا الظلم وهذا التعسف. المحامون وبعد الاعتصام انتقلوا إلى مكتب النقيب الجديد ملحم خلف لتنسيق الخطوات في هذا الملف. وأمام قصر عدل بيروت قضية حريات أخرى ووقفة احتجاجية ثانية تضامنا مع الناشط علي مظلوم الذي عرض وثائق منذ فترة قال أنها تظهر فساد القيادة في حزب الله وفي صفا. الشيخ عباس الجوهري تحدث لصوت لبنان عن القضية. تضامن مع قضية علي ولاء مظلوم ابن الشهيد ولاء مظلوم الذي استشهد ضد العدو الإسرائيلي وكان من قادة المقاومة، من المؤسف أن يكون صاحب الادعاء عليه هو وفيق صفا الذي لديه ملفات كبيرة بالفساد، والذي يعني كان علي ولاء يعني موقوف رأي إذا وقفوه، وهو كان عم يبدي رأيه بقضية من قضايا الفساد اللي دائما السيد حسن نصر الله بيقول قدموا لنا قضية من قضايا الفساد. باعتقاد علي ولاء مظلوم أنه وفيق صفا هو رأس فساد. إشارة إلى أن خلاف حصل بين أفراد الاعتصام الأول والاعتصام الثاني على خلفية أن قضايا الحريات هي واحدة ولا تتجزأ، وبمعنى آخر لماذا التضامن مع موقوفي سور ولا تضامن مع علي مظلوم؟ من أمام قصر العدل في بيروت، مروان أدوم، صوت لبنان. سجل تحرك لعدد من الطلاب أمام اليونسكو رافعين شعارات تطالب بمكافحة الفساد. عم يضغط علينا كتير وعم يقفل علينا المدارس وما عم يخلونا نظهر. أول يوم فتنا فيها مدرسة ضغطوا فينا امتحانات، 5 امتحانات ورا بعض ضغطوا فينا امتحانات. إنه ليه؟ إنه معقول نحن ننزل على المدارس بالشتاء بالبرد؟ ما في تدفئة بقلب المدارس؟ ليش؟ مش جايين عم نتطلب العلام ولا جايين نحط شهادتنا مثلا بنروز عنا أو نفرج العالم نحن ناجحين أو شيء، كل هدفنا إنه نلاقي وظيفة ونشتغل باختصاصنا اللي عم نفوت فيه. في هذا السياق أيضا، الاحتفالات بعيد الاستقلال لن تكون كالمعتاد، ولن يكون هناك عرض عسكري كبير في جادة شفيق الوزان في عيد الاستقلال، إنما سيتم الاكتفاء بعرض رمزي في وزارة الدفاع، ولم يبت بعد بالاستقبال الرسمي في قصر بعبدة. لكن الثورة تستعد لإحياء الاستقلال ودعت للمشاركة في العرض المدني للاستقلال عند 4 PM في ساحة الشهداء تحت عنوان كلنا يعني كلنا. يعقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان مؤتمرا صحفيا عند 4 PM في مقر نقابة موظفي المصارف لإعلان قرار الاتحاد من موضوع الإضراب في القطاع المصرفي. رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج لفت عبر صوت لبنان إلى الاتجاه لفك الإضراب غدا، ووصف الخطة الأمنية بالكافية والوافية حتى يكون الموظف مرتاحا. لفك الإضراب ما بقى في مبرر، بس القرار النهائي لمجلس الاتحاد مش لإلي كرئيس اتحاد. نحن رح نجتمع بحدود 4:30 بمقر الاتحاد نستعرض شو بلغتنا الجمعية
من قرارات، رح نعمل مراجعة نحن وياهم على الخطة الأمنية، رح كمان نسجل بعض الملاحظات على الإجراءات اللي هي بلغتها المصارف، ونحن بدورنا بموقعنا كمصرفيين بنهاية المطاف كمان لحنا ملاحظات بدنا نجرب نبحثها مع الجمعية. النائب حسن فضل الله رأى أن الكلام عن المحاسبة لا يمكن ترجمته إلا بإجراءات قانونية، وقال في مؤتمر صحفي من مجلس النواب: قدمنا للقضاء المختص ما لدينا من ملفات متعلقة بالفساد، لكننا لم نرى فاسدا وراء القضبان. بملف ضخم وكبير يتعلق بالأموال العمومية، ملف الحسابات المالية، المدعي العام المالي بين يديه مئات الأوراق اللي هي كلها أوراق رسمية مستندات، وبأحد المستندات بينحكى عن آلاف مليارات الليرات اللبنانية، مصيرهم مش معروف كيف انصرف أو عليهم شبهات. اليوم القضاء شو عم يقلنا؟ أنه طيب إيه مزبوط أنه هولي قد يكون عليهم جرم، لكن أنا ما فيني حكمهم. ليه ما فيك تحكمهم؟ في نص دستوري بيقول أنه المجلس الأعلى هو بيحكمهم، وهذا النص الدستوري تحول إلى حصانة. قدم الوزير والنائب السابق محمد الصفدي للنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في خلال زيارته مكتبه شرحا مفصلا حول الزيتون باي، واضعا المعلومات كافة في عهدته. إلى ذلك علم أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى المتعهد هشام عيتاني للاستماع إليه غدا في ملف الاتصالات. أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اتصالا بنقيب المحامين الجديد ملحم خلف مهنئا بانتخابه ومتمنيا له التوفيق والنجاح. نائبة المحامين ستكون رافعة للوطن، رافعة للعدالة، لأن الأوطان من دون عدالة تسقط. فمن هيك اليوم عم نرجع نأكد أنه العدالة هي حجر الزاوية يلي بدنا كلنا سوا نتعاون لنقدر نأكد على السلطة القضائية المستقلة. من دون هذه السلطة القضائية المستقلة لا قيام لا لمحاربة فساد ولا لمساءلة ولا لإمكانية أن هيك نقيم عدلا وحكما عادلا في الوطن. إذن استمعنا إلى نقيب المحامين الجديد ملحم خلف الذي كان يتحدث لإذاعتنا مشددا على أن رسالة النقابة تحقيق العدالة من خلال سلطة قضائية مستقلة. قراءة في انتخابات نقابة المحامين مع دكتور جورج ياسبك. إذا كانت الحكومة أولى ضحايا الثورة والوزير الصفدي ثانيها، فإن نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف هو أول انتصار عملي لها. القراءة في العملية الانتخابية تشير إلى التالي: أولا، إدراك الأحزاب أن الشارع ضدها، ما اضطر مرشح التيار إلى الانسحاب قبل دورتي انتخاب الأعضاء والنقيب، ومرشح تحالف القوات المستقبل الاشتراكي إلى الانسحاب من دورة انتخاب النقيب. ثانيا، مسارعة الأحزاب المتضررة من دق الثورة أبواب نقابة المحامين وسرقة مفاتيح خزنة النفوذ منها، مسارعتها إلى التحالف في الدورة الثانية على طريقة المصيبة تجمع، فكان تحالف التيار والقوات والمستقبل والاشتراكي دعما للأستاذ نادر كاسبار مقابل دعم الكتائب مرشح المعارضة الأستاذ ملحم خلف. ثالثا، دعم أحزاب السلطة للأستاذ كاسبار خسرته أصواتا في الدورة الثانية سبق ونالها في الدورة الأولى، ولعل الصورة التي جمعته والنائب إبراهيم كنعان قبيل الدورة الثانية كانت كفيلة بدل حس محامي التيار على انتخابه، كانت كفيلة بحسم المعركة ضده. بل لعل تنصل الأستاذ كاسبار من الأحزاب الداعمة له وتأكيد استقلاليته يشكلان ربط نزاع للتحالف مع الثورة مستقبلا. رابعا، يمكن القول أن نقابة المحامين سحبت من إدارة الأحزاب حتى إشعار آخر، ولو أن ستة فقط بمن فيهم النقيب الجديد والنقيب السابق هم مستقلون من أصل 12 عضوا في مجلس النقابة. كلمة أخيرة، إن نقل الثورة إلى بيت المحامي أمر مفيد، لكن نسي الثوار للحظة أنهم محامون وتصرفوا كشارع، وردة الفعل لحظة إعلان النتائج كانت غير مسبوقة وغير مقبولة وغير مسموح بها،
فدار النقابة ليست نهر الكلب وليست أوتوسترادا ولا ساحة ولا دوارا. وهذا ما أزعج النقيب الجديد الدكتور ملحم خلف أكثر مما أساء إلى النقيب السابق الأستاذ أندري شدياق، وهذا التصرف نغص كثيرا انتصارا كبيرا. النائب السابق فارس السعيد رأى أن معادلة السلطة في لبنان أصبحت مستحيلة. المعادلة اللي عم بيعيشها لبنان اليوم هي معادلة مستحيلة، لا حكومة بدون حزب الله، لأنه حزب الله ما رح يخلينا نعمل حكومة بدونه، ولا حكومة بالشراكة مع حزب الله. يعني إذا عمل الحكومة مع حزب الله مش قادرة توصل بالسياسة على قبرص. ولسوء الحظ أصبحنا داخل سجن كبير، سجن اقتصادي، سجن مالي، سجن معنوي، سجن سياسي، ومنقطعين عن العلاقة بالعالم العربي من جهة وبالخارج من جهة أخرى. قد يكون هناك مستفيدين من حزب الله في لبنان، قد يكون هناك سلطة سياسية تشكلت حوله حتى تؤمن له الظهير وحتى الواجهة باتجاه العالم، إنما هذه المقايضة بين وبين حزب الله أسقطت الدولة بلبنان. ألغي سباق ماراثون بيروت الدولي للسنة الحالية، وتم تحديد 8 تشرين الثاني 2020 موعداً للنسخة المقبلة. تسلم الجيش المواطن جعفر محمد المصطفى الذي تسلل قبل يومين من سهل الخيام إلى داخل الأراضي الفلسطينية بعد هروبه من منطقة الخيام إثر خلاف مع عدد من الأشخاص تخلله إطلاق نار، وقد بوشرت التحقيقات بإشراف المختصين. لماذا التهاؤ بالإسرائيلي بعد الفاصل؟ في موشات المساء ليوم الاثنين شهر أول، الثورة كما يراها الناشطون، أين نجحت وأين أخفقت وأي مستقبل؟ السلطة كما يريدها الثوار، هل سقطت؟ هل تجاوبت؟ وأي مسؤولية تترتب عليها؟ القراءة مع الناشط السياسي مارك ضو. موشة المساء بعد نشرة 5:15، إعداد وتقديم دعاء حمص فرح. لأنه دايماً في أمل ودايماً في حل. 2030 منصة للتغيير. 2030 تنين 9:30 المساء مع ألبير كوستانيان عبر LBCI والDC، وينقل مباشرة عبر إذاعة صوت لبنان. الجيش الإسرائيلي بدأ اليوم تمريناً عسكرياً مفاجئاً لفحص جهوزية وقدرات القيادة الشمالية العسكرية. التمرين الذي يعد الثاني سيجري في المنطقة الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان ويستمر إلى الغد، وستتخلله حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، وستسمع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، إضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات الاحتياط. في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في إيران، أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن رفع أسعار البنزين تم بموافقة المرشد خامنئي. ولفت وزير الصناعة والتجارة رضا رحماني إلى أن رفع سعر البنزين لا يعني أبداً رفع سعر كل البضائع، وقال إن الرقابة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة بالأسعار. رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اعتبر أن الهدف الأمريكي في إيران ليس إلا زعزعة الأمن، وقال إن وزير الخارجية الأمريكية ويدعمه وبدعمه للشغب في إيران أظهر سلوكه المخادع والمنافق للشعب الإيراني كما قال لاريجاني. الخارجية الروسية أكدت أن قوى خارجية قد تكون وراء توتر الأوضاع في الشارع الإيراني. لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن البعض يتقاسم النفط في سوريا، وقال عرضوا ذلك علينا أيضا فقلنا لهم إن همنا الإنسان وليس النفط. ميدانيا وحسب الإعلام الكردي، فإن تركيا سيطرت على 60 قرية في شمال سوريا بعد الهدنة. سقط 4 قتلى وستة جرحى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟
الجو غدا صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية. كان في هذه النشرة عون يكشف عن 18 ملف فساد أحيلت إلى القضاء ولم تبت. الجلسة التشريعية غدا قائمة حتى الآن، ودعوات إلى الإقفال، وكوبيتش ينصح بمشاركة المجتمع المدني في مناقشة مشاريع القوانين. الحراك تنقل اليوم من الشمال إلى قصر عدل بيروت، وموظفو المصارف يعلنون بعد الظهر القرار بشأن وضعية المصارف. إيران الاحتجاجات مستمرة لكنها مضبوطة. إلى هنا ننهي نشرة الأخبار قدمناها إليكم من صوت لبنان.